بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان ولا ظهر الدور كلها، امين. هذه هي المحاضره الثانيه من الكورس الخامس. الموضوع الرئيسي للكورسات تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. الكورس الخامس بنتكلم عن الجزء الثاني من نقاط الخلاف بين الأرثوذكس والخلقدونيين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن المصطلحات، وقلنا ان المصطلحات صارت مستقرة بتعرفتها من ايام البابا أثناسيوس الرسولي، واستقر الوضع بصفة خاصة في مجمع الإسكندرية سنة 362. ومشينا رحلة عبر العصور للآباء الأرثوذكسيين، ولقيناهم ملتزمين بالتعريفات اللي استقرت في الكنيسة منذ البداية، وجبنا أمثلة بصفة خاصة للبابا أثناسيوس الرسولي والآباء الكبادوك والقديس كيرلس عمود الدين أو عمود الإيمان والقديس ساويرس الأنطاكي والقديس تيموساوس 26 قبل القديس ساويرس كمان. ومشينا على مر العصور التعريفات اللي جت في مخطوطات الأديورة وجبنا الأنبا يوساب الأبح وتعريفات كتير من معلمين القرن 19 والعشرين، وكلها تعريفات مباشرة واضحة صريحة، هي مفيش أي تغيير خالص. والآباء استخدموا التعريفات دهيت سواء ما هو المقصود بالجوهر أو الطبيعة أو الأقنوم بنفس التعريفات، سواء تكلموا عن الثالوث القدوس أو عن سر التجسد، ما غيروش التعريفات خالص. وبنذكر للتذكرة بشهادات من بعض الخلقدونيين بانتماءاتهم المتنوعة، لأن انتوا عارفين الخلقدونيين كنائس عديدة، الروم البيزنطيين والكاثوليك والبروتستانت بتنوعاتهم الكثيرة. ففي كتاب لأحد الكتاب الخلقدونيين اسمه أسبيرو جبور يقول: ولعب تحديد معاني الألفاظ دورا في المشدات، ففريق أعطى كلمة أقنوم معناها الحالي، وفريق أعطاها معنى الجوهر، فتولى أثناسيوس الكبير عام 362 تبديد الخلاف وتوضيح الاتفاق في صلب العقيدة. جوهر واحد للثالوث في ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر. وإحنا جبنا أمثلة كتير المرة اللي فاتت. نفس الكاتب في موضع آخر في كتاب آخر ليه
يقول باسيليوس فرق بين الجوهر والأقنوم، أعطى الإنسان كمثال لذلك. المشترك بين أفراد البشر هو الطبيعة البشرية، الخاص هو الأشخاص البشرية، يعني المشترك هو الجوهر والخاص هو الأقنوم. شوفوا التعريفات بسيطة ومباشرة ومفهومة، ما فيهاش لبس، مش مغلفة بتعبيرات فلسفية غامضة، واضحة خالص، أي واحد ممكن يفهمها بسهولة. وقلنا إن كان حتى في الصراع الأسطوري خلاف نسطور مع البابا كيرلس أو مع الكنيسة الأرثوذكسية لم يكن خلافا في المصطلحات، ولكن خلافا في معنى الاتحاد نفسه. مفهوم الاتحاد ايه؟ سيودوريتوس اللي هو كان منحاز لنسطور، له قرابة جسدية ونفس المدرسة والفكر اللاهوتي، كان ليهم نفس التعريفات. فهنا برضو نفس الكاتب الخلقدوني هنجيب تعريف لسؤدوريتوس قبل خلقدونيا. شوفوا بيقول ايه، بيقول قال سؤدوريتوس اسقف كورش: في الفلسفة الدنيوية لا يوجد أي فرق بين الأوسية والأقنوم، لأن الأوسية تعني ما هو والأقنوم يعني ما هو قائم. ولكن بحسب رأي الآباء يوجد بين الأوسية والأقنوم الفرق نفسه بين العام والخاص. الفرق بين الأوسية الجوهر يعني والأقنوم هو الفرق بين العام والخاص، اللي هو نفس تعريف الآباء. الطبيعة البشرية هي المشترك العام بين أفراد البشر كلهم، والخاص هو الإيه؟ الأقنوم. وهذا التعريف يتفق مع تعريف الآباء، إذ لم يكن الخلقدونيون قد بدأوا في تغيير معاني المصطلحات بعد كده حدث تلاعب بمعاني المصطلحات بدءا من مجمع خلقدونيا، وتعاظم جدا هذا الأمر في عهد جوستينيانوس، وأصبحوا يفسرون كتابات الآباء ولا سيما القديس كيرلس وباقي الآباء الأوائل وفقا للتعريفات المستحدثة اللي هي بناء عليها يوفقوا أقوال القديس كيرلس على خلقدونيا. طيب يا ترى احنا اللي ادعينا وقلنا ان هم اللي غيروا في معاني المصطلحات، لا، هم نفسهم يشهدوا بذلك. يقول احد الكتاب برضو الخلقدونيين، يقول المجمع الرابع المسكوني قام بانقلاب جذري في استعمال الالفاظ اليونانية، فانقذها من الغموض والابهام والالتباس. وفي موضع آخر من هذا الكتاب تعرضنا بدقة للموضوع، فبينما استعمل نسطوريوس لفظة شخص في اليونانية بالمعنى الوارد في المعاجم، أي وجه أو قناع أو مظهر أو دور، قال المجمع، مجمع إيه؟ خلقدونيا، بترادف لفظتي أقنوم شخص. لما وقف سؤدوريتوس في المجمع وقال أقنوم واحد في طبعتين، وقال المقصود بالأقنوم هو الايه؟ الشخص، أي البروسوب، لأن أحيانا كلمة أقنوم تترجم لشخص، لكن التعبير الدقيق هي أقنوم وبروسوب. فمين اللي خلاهم مترادفين؟ مجمع خلقدونيا، أبائنا كانوا بيميزوا ما بينهم.
وفي خلق دنيا أيضا استحدثه بأن يسوع أقنوم واحد في طبيعتين كاملتين بإبطال الترادف بين لفظتي أقنوم وطبيعة في اليونانية، فجعل لفظة أقنوم ولفظة شخص ذات معنى واحد، وصرف لفظة طبيعة لتعني جوهر الناسوت أو اللاهوت. مين اللي عمل كده؟ ليه غيروا ليها؟ هنفهمها واحنا جايين، بس مين اللي بيغير هنا؟ هم. وهتتلاقوا حاجة عجيبة كمان شوية، ان هم يغيروا ويحتفظوا ايضا بالتعريفات الاصلية ويعطوا نفسهم الحق المطلق يختاروا المعنى اللي هم عايزينه اللي يخدم الغرض. هيجي دلوقتي، ومش انا اللي بقول كده، هم. المحاضرة دي محتاجة، واللي جايين محتاجة الذهن يبقى صاحي ومركز، ويقول يركز النص. يقصد بالنص هو تحديد إيمان خلق دنيا على الوحدة بصورة قاطعة، ويستبعد كليا الثنائية. يعني بيحاول يعالج الاتهام اللي توجه لخلق دنيا، فبيقول النص تحديد الإيمان الخلقدوني يركز على الوحدة ويستبعد كليا الثنائية في شخص يسوع. يعني هو مش شخصين لكن طبيعتين عادي يعني. ويستبعد كليا الثنائية في شخص يسوع التي يقول بها النصاطرة لجهة الأقنوم والشخص، ويعلن الترادف بين هاتين اللفظتين. فجاء فيه اللي هو في تحديد إيمان مجمع خلق دنيا في شخص واحد وأقنوم واحد، مسيح غير منشطر أو منقسم إلى شخصين، بل واحد فيه طبيعتين. وكأني نصور ما قالش في طبيعتين، أو الطبيعتين دي حاجة عادية، لكن نصور لا، يعني احنا مش بنقول شخصين زي نصور، مع ان نصور ما قالش شخصين، قال بروسوب في اقنومين في طبيعتين. نصور قال بروسوب واحد في اقنومين في طبيعتين، وانا شرحت لكم قبل كده. هم قالوا أقنوم واحد في طبيعتين، مشيئتين وفعلين، وقالوا المقصود بالأقنوم هو الايه؟ البروسوب. طيب طالما المقصود يبقى هنخلي البروسوب بروسوب، يبقى هم قالوا بروسوب ونصور قال بروسوب، كده متساويين في دي. نصور قال طبيعتين، هم قالوا ايه؟ طبيعتين. هما بقوا ما جابوش سيرة للأقانيم خالص، قالوا فعلين ومشيئتين. الفعل والمشيئة من الاختصاصات والصفات الأقنومية ولا الطبيعية؟ الأقنومية. يبقى بالتالي كأني أقنومين. يبقى فكر نصور ولا مش فكر نصور، لكن في تغيير في المصطلحات، ولسه هتلاقوا عدلوا في حاجات جوهرية تاني هنوصل لها شوية بشوية. كان من أوائل الشخصيات الخلقدونية اللي ابتدأوا بالتعليم الخريستولوجي الخلقدوني الجديد واحد اسمه يوحنا النحوي، اللي هو القديس ساويرس كتب ضده أكبر كتاب كتبه القديس ساويرس، اللي هو كونترا جون جراماتيكا، كتاب من 3 أجزاء كبار، وفند فيه تعليم خلق دنيا اللي يمثلها يوحنا النحوي. فبيقول كان يوحنا النحوي هو أهم هو أحد أهم القادة الخلقدونيين في القرن السادس
الذين تولوا الدفاع عن مجمع خلق دنيا ضد القديس ساويرس الأنطاكي. ويعتبر يوحنا النحوي من أوائل الخلقدونيين الذين ابتدأوا التعليم الخريستولوجي الخلقدوني الجديد في الشرق، وهذا التعليم هو الذي أسماه شارلز مولر بالخلقدونية الجديدة، مش احنا اللي بنقول. وقد كتب لهذا التعليم الانتصار في مجمع القسطنطينية 553، وده هنفرد له محاضرات لوحديها، لأن جوستينيانوس يعني مش متنازل عن خلق دنيا عشان وحدة الإمبراطورية مع الغرب، والقديس كيرلس له شنة ورنة، وكل النصوص الآبائية تشهد للإيمان الأرثوذكسي، فدخلوا في فكرة التلاعب بالمصطلحات عشان يوفقوا خلق دنيا ويقننوا التوفيقات ديت في مجمع يوحي للناس انه بينصر القديس كيرلس، لكن بيقرر التلاعب اللي حصل. اما نيجي لغاية عنده هنعرف ازاي جم في صف القديس كيرلس في احداث معينة تدي الشكل ده، لكن في الجوهر اقروا تعريفات تبعد جدا تعليم القديس كيرلس عن خلق دنيا تماما، او العكس، يعني هم عايزين يقربوها لكن من ابعد ما يكون عن اللي كان يقصده القديس البابا كيرلس. عشان كده بيقول وقد كتب لهذا التعليم الانتصار في مجمع القسطنطينية عام 553، وكان الموقف اللاهوتي الذي تبناه ذلك المجمع ما عدا دفاعه عن مجمع خلق دنيا يقترب من الموقف الذي يتمسك به الجانب غير الخلقدوني. اقتربوا في أشياء لكن بعدوا في أشياء جوهرية لاهوتية لا يمكن أن نقبلها. لما بدأوا في التعديلات ما كانش مرة واحدة، خدت مراحل. فيوحنا النحوي الخلقدوني يبدأ في تعديل معاني المصطلحات تدريجيا، بحيث يبدو ظاهريا أنه متفق مع الآباء في تعريف المصطلحات اللاهوتية، لكنه يختلف فعليا مع الآباء في تفسيرها فيما يتعلق بالتجسد وشخص السيد المسيح، حيث نجد، شوف بيقول ايه بقى، إن الفقرات التي اقتبسها البطريرك القديس ساويرس من كتابات يوحنا النحوي لا تحتوي في الواقع على إشارات كافية نستطيع من خلالها أن نصل إلى تعريف شامل لمعاني المصطلحات عند يوحنا النحوي، ولكن كانت هناك فقرة واحدة قام فيها النحوي بتعريف مصطلحات أوسية وهيبوستاسس وفيسس، نوردها فيما يلي. يدل الأوسية على ما هو عمومي مثل اللاهوت الواحد الذي للثالوث القدوس أو مثل الناسوت بصفة عامة. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح، يعني ماشي تمام، يعني ما اختلفش. أما الهيبوستاسس فيشير إلى البروسوبون الواحد الذي للآب، والبروسوبون الذي للإب، والبروسوبون الذي للروح القدس، أو أيضا الذي لبطرس أو يوحنا أو أي رجل. صح، يمشي، بس ممكن ما نقولش البروسوبن، لكن ممكن تمشي برضو. يقول في بعض الأحيان
مع الأسية وفي بعض الأحيان مع الهيبوستاسس. يقول: ونلاحظ من التفسير المبدئي لتلك الفقرة الواضحة أنه لا يوجد أي فرق ظاهر في تعريف المصطلحات اللاهوتية بين البطريرك ساويرس ويوحنا النحوي، وحتى يوحنا الدمشقي كان يمكنه أيضا أن يتفق معهما في ذلك التعريف، ولكن عند استخدام هذه المصطلحات في التفسيرات المتعلقة بشخص المسيح نجد أن البطريرك ساويرس يختلف مع النحوي في أمرين على الأقل. ما نيجي بقى في التفسير هنلاقي فيه اختلاف. الاختلاف الأول: عندما يشير النحوي إلى العموم كمدلول للأسية فأنه يأخذه في المعنى المجرد الذي استطاع أن يعترف بإمكانية تصور الأسية لنوع ما قائما بذاته بعيدا عن كل الأعضاء الفردية لذلك النوع، وقد جعله هذا التصور يأخذ مصطلح طبيعة أو فيزس في عبارتين من طبيعتين وفي طبيعتين بمعنى الأسية كحقيقة عامة مجردة وليست مخصخصة. هشرح لكم ما تقلقوش. يعني قال اكنون في طبيعتين، فالطبيعتين هنا النحو يفسرهم ان هما دي حاجة عامة مش مخصصة، لذلك كتب النحوي: وهكذا كان ان المسيح في المسيح اتحاد لاثنين من الأسية. وعلى النقيض من هذا كان البطريرك ساويرس معارضا لهذا الفهم. شوفوا القديس ساويرس يقول ايه بقى، حيث وجد في ضوء تعريفه للمصطلحات السابقة أنه إذا أخذنا الطبيعتين بمعنى الأسية كحقيقة عامة فإنه من المستحيل أن نتصور إمكانية أن يتحد هيبوستاسيا، لأن الاتحاد تم في السيد المسيح بين الطبيعتين. هل الطبيعة البشرية كانت عامة ولا كانت طبيعة خاصة؟ واللاهوت كذلك. الاختلاف الثاني بين النحو والبطريرك ساويرس نراه في الدعاء الأول أن مصطلح طبيعة الذي ورد في عبارة كيرولوس طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة لم يكن بمعنى الأسية. يعني مش عايز يقول أن الطبيعة بالمعنى الطبيعة أو الجوهر، رغم أن هذا كان هو معنى الكلمة في عبارتي من طبعتين أو وفي طبعتين. وقد عبر النحوي عن ذلك بقوله، بيقول: لذلك عندما يتكلم كيرولوس عن الطبيعة بذاتها بدون إضافة كلمات لله الكلمة فهو يشير إلى الأسية وبالتحديد عمومية اللاهوت، لأن هنا خصها بالله الكلمة، يبقى هنا يقصد مش طبيعة، لا يقصد يعني أقنوم. فكأن القديس كيرولوس لما يقول طبيعة واحدة ما يقصدش طبيعة واحدة، يقصد ايه؟ أقنوم واحد. والموضوع ده ممكن هناخد فيه محاضرة كاملة يمكن المرة الجاية عن تعبير القديس كيرولوس طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة أو لله الكلمة المتجسد. ده يوحنا النحوي بدأ في التعريفات الأول يقولها بصورة مشابهة، لكن بدأ يتكلم عن الطبيعة كطبيعة عامة. أما يقول في طبيعتين يبقى الاتحاد تم فين وازاي؟ في حاجات مش مظبوطه. جه في القرن الثامن واحد تاني
من اللاهوتيين الخلقدونيين اسم يوحنا الدمشقي، مش عارف كان اسم يوحنا متكرر قوي، بس مش دايما كان بيجي كأنه شخصية كويسة. احنا يكفينا طبعا القديس يوحنا الانجيلي واللاهوتي ويوحنا المعمدان، شوفوا بقى الدمشقي يعرف ازاي. في تعريفات يوحنا الدمشقي هتلاقوا حاجات ماشية زي فكر الاباء، وحاجات تاني يضرب فيها بحسب ما يخدم الهدف اللي هو عايز يوصل له. عرف الجوهر او الأوسية، يقول ان الجوهر هو الشيء الموجود بذاتي وغير المحتاج الى شيء اخر لاجل تخثره. طبعا يبدأوا كلام فلسفي مكلكع شوية، مفهوش البساطة بتاع التعريفات ابدا. او ايضا الجوهر هو كل ما هو قائم بذاته ولا يحوي كائنه في اخر، فهو اذا ما ليس لاخر، ما ليس له الوجود في اخر، ما لا حاجة له الى اخر من اجل تخثره، ولكن ما هو بذاته وفيه يحوي العرض الموجود. فمين حاجة؟ وعرف الاقنوم، ان الكلمة أقنوم معنيين، فطرة تعني الوجود فقط، وبحسب هذا المعنى الجوهر أو الأوسية، كأنه الأقنوم هو الإيه؟ الجوهر. والأقنوم كأن الجوهر والأقنوم مترادفان، ولهذا قال بعض الآباء الجواهر أو الأقانيم. وطر يعني ما هو موجود بذاتي وفي تخثره الذاتي، وبحسب هذا المعنى يعني الفرد المختلف عدديا عن كل آخر كبطرس وبولس. طيب ماشي، يجي في حتة بقى يوضح كأنه زي الآباء. الأقنوم هو الخاص القائم بحسب ذاتي، إنه جوهر مع أعراضي يتمتع بوجود مستقل ذاتي ومنفصل عن الأقانيم الأخرى بالقوة وفعليا. وعرف الشخص، الشخص هو الذات التي تظهر نفسها بأفعالها وخواصها كمتميزة عن الكائنين الآخرين الذين لهم نفس الطبيعة. طيب ماشي، وخلي بالكوا هنا نسب الفعل لمين؟ للشخص أو الأقنوم، يعني تظهر نفسها بأفعالها، مش كده؟ عشان خلي بالكوا كمان شوية هيقلب وينسب الفعل للطبيعة عشان يخرج خلق دنيا من المأزق اللي هم وقعوا فيه. فالدمشقي إذن يؤكد على الوجود الذاتي والمنفصل والمستقل للأقنوم، فالجوهر واحد في الأقانيم، ولكن لكل أقنوم وجود ذاتي مستقل خاص به يميزه عن الآخرين. فالجوهر هو العام والأقنوم هو الخاص. التعبير ده ماشي مع تعريف الإيه؟ الآباء. وليس خاصا بمعنى أنه يملك قسما من الجوهر وليس له الباقي، إنما هو خاص بمعنى عددي، بما أنه إيه؟ فردي. خلي بالكوا التعبيرات دي فردي، هيجي بعد كده ممكن يقولوا يعني يلغوا الحكاية الفردية ده. في حتة تانية قالها هسألكوا فيها، فالفرق بين الأقانيم يكمن في العدد لا في الجوهر. يقول فيستحيل تأليف مركب مع أقانيم كاملة،
فالجنس لا يتألف من أقانيم، بل هو موجود في الأقانيم. بيقول يستحيل تأليف مركب مع أقانيم إيه؟ كاملة. وهو بذلك ينفي فكرة الاتحاد الأقنومي، فليس للجوهر وجود مستقل بينما للأقنوم بظهره في كل من الأقانيم، وتتميز الأقانيم بعدم الانتقال، فالطبيعة مشتركة بين أفراد الجنس ولو نظريا، أما الأقنوم فخاص بصاحبه لا ينتقل إلى الغير ولا يشترك معه الغير في خواصه الأقنومية المميزة. مش شرط ان الأقنوم على فكرة يبقى له وجود كيان مستقل يبقى برسوب يعني، وده اللي حصل في الاتحاد، ان حدث اتحاد طبيعي وأقنومي منذ اللحظة الأولى، فصار السيد المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين وأقنوم واحد من أقنومين، والناسوت وجد طبيعيا وأقنوميا في الاتحاد، ليس له وجود سابق مستقل، وده اللي هيشرحه القديس ساويرس بعد كده. فهنا نلاحظ أنه ينسب الفعل للشخص وليس للطبيعة، وده كويس، يبقى كده يعارض خلق دنيا، لكنه بطريقة مختلفة يرفض الاتحاد الأقنومي. ربما يرفض ان مفيش أقنومين موجودين واتحدوا، في الحالة دي احنا معاه، لكن هو بيقول كاملين، لان برضو في فكر فلسفي عندهم كامل مع كامل ما يتحدش. يعني بنتكلم تاني عن يوحنا الدمشقي، في احد المراجع يقول كان يوحنا الدمشقي واحدا من اشهر اللاهوتيين في الجانب الخلقدوني في القرن الثامن الميلادي، وهو احد الذين شاركوا في رسم ملامح التقليد الخلقدوني المعاصر، والذي يمكن ان نسميه الخلقدونية المعاصرة. وكان هدف الدمشقي، خلي بالكوا بقى، وكان هدف الدمشقي هو تقديم فكر لاهوتي يتفق مع تعليم خلق دنيا بوجود شخص واحد في طبيعتين. هقولها تاني، كان هدف الدمشقي هو تقديم فكر لاهوتي يتفق مع تعليم خلق دنيا بوجود شخص واحد في طبيعتين، لذلك حاول أن يقدم شرحا لمدلول المصطلحات اللاهوتية يستطيع من خلاله أن يدافع عن المفهوم الخلقدوني ويفند آراء المعارضين له، وقد تغاضى في سبيل تحقيق هدفه هذا عن كل الصعوبات اللاهوتية التي نجمت عن هذا الشرح. الكلام ده مش كلامي أنا، كلام مرجع كتاب اسم مجمع خلق دنيا إعادة فحص. فهم بيولفوا المصطلحات اللي تحاول تبرر او تبرهن عقيدة خلق دنيا، مهما كانت تتعارض مع المنطق والعقل. وهيحصل حاجة تاني، التعريفات الجديدة اللي بيعملوها لو جم يطبقوها على الثالوث، شرح الثالوث القدوس ما تجيش، فخلوا تعريفات خاصة بالتجسد وتعريفات خاصة بالثالوث، غير أبائنا استخدموا نفس التعريفات بصورة يعني بنمط واحد. أما الهيبوستاسس فقد شرح الدمشقي بأنه هو الذي يملك الأوسية أو الطبيعة، دي تعريف جديد بقى،
مش الأقنومية هي اللي بتفرد الطبيعة، لا ده خلى الأقنوم كأنه كيان كده له وجود مستقل يملك الطبيعة. زي ما حبينا نفرق الأقنومية بين أبونا بشاي وأبونا شروبيم، قلنا بنفرقهم بشكلهم بسلوكهم بفكرهم بي وي وي وي، صفات تفرد، صفات أقنومية، لا هو خلها الذي يملك الطبيعة كأني كيان كده. ده بعد شوية هتلاقوا حاجات أكتر يعني. ما هو بقى تطور الدمشقي، الأول قال الطبيعة الجوهر هو العام والأقنوم هو الخاص، مش جايبة معاه ان يبرر خلق دنيا، فبدأ يبقى فيه ايه تطور تاني. الأقنوم او الهيبوستاسس هو الذي يملك الأسية او الطبيعة وله عوارض خاصة به تجعله يختلف عن غيره من الأفراد، وهو كائن في ذاته مستقل ويمكن إدراكه. وهكذا أشار الدمشق إلى الطبيعة بكونها الشيء العمومي الذي يأخذ وجوده في الهيبوستاسس، ولا يمكن للطبيعة أن توجد بذاتها بدون هيبوستاسس. أما الهيبوستاسس فهو شيء خاص بالمعنى العددي، أو هو فرد من نوع معين وله عوارض تفرقه عن بقية الهيبوستاسس، وهو الذي يملك العمومي أي الأسية أو الطبيعة، كما أنه يتواجد بذاته مستقلا. وقد زعم الدمشقي، خلي بالكم من الحتة الجاية دي أو بقى، أنه ليس من الضروري أن يكون لكل طبيعة من الطبيعتين المتحدتين الهيبوستاسس الأصلي الخاص بها، بل ذهب إلى القول بأنه إذا كان الهيبوستاسس يملك الوجود المستقل كأنه كيان مستقل، فيمكن أن يكون هو مركزا أو مبدأ للوجود لإثنتين من الطبائع المتحدة، كما يظهر في الإنسان أن الهيبوستاسس يحتوي على طبيعتين. طبعا يقول لك في الفقرة اللي قبل كده يقول تغاضى عن كل الصعوبات لأجل تحقيق هدفه. هو أقنوم الإنسان بيحتوي طبيعتين ولا طبيعة واحدة؟ الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية من اتنين، الروح والجسد، لكن متحدتين فبقت طبيعة واحدة. الأقنوم بتاعها أقنوم بشري، ما قولش الأقنوم يحوي طبيعتين، وإلا لو مشينا معاه بالطريقة دهية كأن في السيد المسيح ثلاث طبائع. لو قلنا بالطريقة دهية هيبقى بقى مش هنقول أقنوم واحد في طبيعتين، هنقول أقنوم في كام؟ في ثلاث طبائع، مش كده؟ فكأن زي أحد التعريفات اللي عندهم يقولوا الأقنوم ده زي القالب، حطينا فيه طبيعة ناسوتية يبقى أقنوم ناسوتي، طبيعة لاهوتية يبقى أقنوم لاهوتي، طبيعتين يبقى أقنوم للطبيعتين. هو ده تعريف الأقنوم اللي عرفه أبائنا؟ ولا الأقنومية هي الصفة زي في اللاهوت مثلا الأبوة البنوة الانبساط؟ وهنا يحدث تطور في التلاعب بالمصطلحات، إذ يقول أن الأقنوم هو الذي يملك الطبيعة، ودي أول مرة نسمعها كتعريف، ويقول أن ليس من الضروري أن يكون لكل طبيعة أقنوم خاص بها. أنهي طبيعة؟ لو بتكلم في العموم ولا طبيعة بقت ليها وجود فعلي؟
ثلاثة أن الأقنوم يملك الوجود المستقل، فيمكن أن يكون مركزا ومبدأ للوجود لإثنتين من الطبائع، كأن الأقنوم ده كيان لوحده ممكن نتخيله بدون الطبيعة أو بطبيعة أو بطبيعتين أو زي ما يشيل بقى. أربعة، يغالط بأنه يعطي مثل بالإنسان بأن أقنومه يحوي على طبيعتين، في حين أن الإنسان طبيعة واحدة وهي الطبيعة البشرية، وإلا لو مشينا بالمبدأ ده يبقى السيد المسيح فيه كم طبيعة؟ فيه ثلاث طبائع. في نظرية هناخدها برضو في محاضرة مستقلة، التأقنم هنمر عليها سريعا كده، لكن بيقول عند الدمشقي ده في المرجع ده بيقول: قبل أن نشرح نظرية التأقنم عند الدمشقي ينبغي أن نتوقف قليلا لكي ندقق في الفرق بين مدلول المصطلحات عنده وعند القديس ساويرس الأنطاكي، فقد اعتبر القديس ساويرس الأوسية، شوفوا بقى تعريفات القديس ساويرس، الأوسية هي الحقيقة الجوهرية بما تضمنه من الخصائص التي تعطي الأوسية طابعه وهويته، أي الطبيعة التي تميزه عن غيره، زي الطبيعة البشرية، الطبيعة اللاهوتية لها صفات تميزها عن أي طبيعة تانية، ده في المعنى العام. وبالنسبة للهيبوستاسس عند القديس ساويرس أنه هو الأوسية بكل ما له، عندما يتفرد ويتخصخص وهو الشخص المعني بالأفعال، أي أن الهيبوستاسس عنده كان هو الأوسية بما يتضمنه من طبيعة عندما يأخذ وجودا محددا، وبالتالي فلا يمكن النظر إلى الهيبوستاسس والطبيعة الخاصة به كشيئين منفصلين، مش أقنوم وحمل طبيعة أو حمل طبيعتين، لا، ده الطبيعة بفرديتها ما فصلش، مش منفصلة للأقنوم ولا الطبيعة، ده لما بتتفرد هي دي بتبقى الأقنومية، وهو الشخص المعني بالأفعال، أي أن الهيبوستاسس عنده هو الأوسية بما يتضمنه من طبيعة عندما يأخذ وجودا محددا، وبالتالي فلا يمكن النظر إلى الهيبوستاسس والطبيعة الخاصة به كشيئين منفصلين أو يمكن أن ينفصلا. ومن هنا استطاع كل من البابا كيرلس السكندري والبطريرك ساويرس أن يستخدم المصطلحين كمترادفين، ليه أحيانا يقول طبيعة واحدة وأقنوم واحد، أو يقول أقنوم واحد وبالتالي ممكن نقول وطبيعة واحدة، زي ما جبنا القديس ساويرس قال إيه المرة اللي فاتت، زي ما بنقول إحنا في سقوطقية الاثنين أوفيسيس أوت وهيبوستاسيس أوت وبروسوبن أوت، هو طبيعة واحدة وأقنوم واحد وبروسوبن واحد، فدي متلازمة معدية. عشان كده ممكن لما بيترادفوا مش معنى ان دي او دي، مش او، لا، ده يعني ديت بالتالي هيبقى التانية لازم تكون موجودة على طول. اما الدمشقي فقد نظر الى الهيبوستاسس والطبيعة بنوع من الثنائية او الفصل، حيث رأى ان الطبيعة هي مكون من مكونات الهيبوستاسس، وعشان كده ممكن هيبوستاسس يشيل طبيعتين، ممكن يبقى طبيعة وممكن يشيل ايه، كأنه يعني قالب وبنرص فيه. طبعا تعريفات فلسفية غير منطقية غير واقعية، كل ده عشان يركبوا عقيدة خلق دنيا عليها. فقد نظر الدمشقي للهيبوستاسس والطبيعة بنوع من الثنائية أو الفصل، حيث رأى أن الطبيعة هي مكون من مكونات الهيبوستاسس، ويمكن أن توجد منفصلة عن الهيبوستاسس الخاص بها،
ولم ينظر القديس ساويرس إلى الهيبوستاسس مثل الدمشق بكونه مركزا للوجود في ذاته كشيء منفصل عن الطبيعة، أو أنه هو الذي يملك الأوسية أو الطبيعة، ولكن بكونه هو ذاته الوجود الخاص المحدد للأوسية بكل ما يميزه من خصائص أو طبيعة، أي أن الأوسية كحقيقة عامة مجردة بما يميزها من خصائص أو طبيعة ليس لها وجود حقيقي في عالم الزمان والمكان إلا إذا تواجدت كواقع خاص محدد، وهذا هو الهيبوستاسس. لذلك لا يقول القديس ساويرس مثل الدمشقي إن الطبيعة لا يمكن أن توجد إلا داخل هيبوستاسس، ولكنه يقول إن الطبيعة لا يمكن أن توجد إلا كواقع هيبوستاسسي. الدمشقي يقول إن الطبيعة مش ممكن توجد إلا داخل إيه؟ نحطها فيه في القالب ده. لكن القديس ساويرس يقول إن الطبيعة لا يمكن أن توجد إلا كواقع هيبوستاسسي، يعني ما قدرش تبقى لها وجود، مش يعني غير معناه بقى وجود ملموس إلا بواقعها الهيبوستاسي بما لها من الصفات التي تفردها وتخصخصها. ورغم أن الدمشقي ذكر في بعض الأحيان أن الهيبوستاسس هو الأوسية الخاص، ما هم بقول لكم بيجيبوا بالتعريفات كلها ويختاروا اللي يعجبهم. قال قبل كده من ضمن تعريفات الدمشقي الهيبوستاسس هو الأوسية الإيه؟ الخاص، وده صح. ذكر في بعض الأحيان الهيبوستاسس هو الأوسية الخاص، إلا أن المعنى الذي يمكن أن يفهم من السياق هو أنه قد ينظر إلى الهيبوستاسس بكونه الشخص أو الفرد المعني بالأفعال الذي يملك العمومي أي الأوسية أو الطبيعة، ويمكنه أن يملك أكثر من طبيعة. وسيتضح الفكر اللاهوتي للدمشقي بصورة أكثر عندما يشرح نظرية التأقنم، ودي هنجلها لما نيجي نتكلم عن الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. الكورس ده مش سهل، الحواديت اللي فاتت دهيت مش هتلاقوها المرة دي هنا، علشان كده ممكن كتير يخوروا في الطريق إذا ما كانوش يبقوا صحيين. أما بالنسبة لمصطلح بروسوبون فلا تحتوي الاقتباسات التي أوردها ساويرس عن النحوي على كثير من الأدلة التي نستطيع من خلالها أن نحدد وجهة نظر النحوي، وقد ذكر هذا المصطلح في فقرة واحدة جاء فيها: والهيبوستاسس الذي تكون ينبغي أن تفهمه كبروسوبون. فهل يعني هذا أن الهيبوستاسس والبروسوبون هما مترادفان عند النحوي؟ أم يعني أنه عندما يتكون الهيبوستاسس يصبح له البروسوبون الخاص به؟ والمفهوم الأخير كما ذكرنا كان هو المفهوم الذي يتمسك به القديس ساويرس. لما بيكون في هيبوستاسس ممكن يبقى له الايه البروسوبون بتاعه، الشكل الخارجي أو الوضع الشخصية القانونية وما إلى ذلك. يعني الأب رومانيدس يقول ايه، خلي بالكم من الحتة الجيدة هيت قوي 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 بقى، يقول يستخدم فلافيان القسطنطيني. فاكرين فلافيانوس؟ مين فاكره؟ نعم بتاع مجمع ايه القسطنطينية اللي هو يعني اتعمل 448. صح. يقول يستخدم فلافيان القسطنطيني عبارة من طبيعتين وكأنها مرادفة لعبارة من جوهرين، لكن كيرلس والإسكندرانيين لم يستخدموها أبدا بهذا المعنى. إن تحديد المجمع المسكوني الخامس اللي هو 553 يقبل بوضوح عبارة من طبيعتين وفق الاستخدام الكيرلسي أيضا الذي يتحدث عن طبيعة واحدة في المسيح لا عن جوهر واحد،
ولذلك نحن أصحاب التقليد الخلقدوني، أحرار في استخدام عبارة من طبيعتين بالمعنيين الفليبياني والكرولوسي، لكن لا يجوز لنا أبدا أن نستخدمها وفق معادلة لفظة الطبيعة ولفظة الجوهر. في حاجات هتفهموها بعدين، لكن في جزئية عايزكم بس تاخدوا بالكم منها دلوقتي. يرى الخلقدونيون أن فليبيان عني بكلمة في طبيعتين أي جوهرين، والإسكندرانيين استخدموا الطبيعة بمعنى الأقنوم، ولذلك رفضوا تعليم فليبيانوس. وفي نفس الوقت يعطي الخلقدونيون الحق لأنفسهم أن يستخدموا اللفظ بالمعنيين، إذ يقول أصحاب التقليد الخلقدوني أحرارا في استخدام عبارة من طبيعتين بالمعنيين الفليبياني والكرولوسي. نحن بقى حرين استخدمها بمعنى الجوهر، استخدمها بمعنى الأقنوم، الطبيعة، حسب، حدش له عندنا حاجة. لكن احنا لما نيجي نستخدمها يقولوا لا لا، هي دي لازم تبقى كورولوس يقصد كده، كأن هم اللي فاهمين القديس كورولوس احسن مننا. وهنا يتضح تلاعبهم بالمصطلحات ومعانيها، يعني بيتبنوا كل التعريفات اللي اتقالت، وبعدين حسب كل موقف هم حرين يختاروا التعريف، أنهي تعريف ممكن يستخدموه يحقق الهدف ليهم. هم أحرار يستخدموها بالمعنى الفليبياني والمعنى بتاع الإسكندرية أو الكورولوسي يعني. مش كده وبس، نلاحظ أن الخلقدونيون يحددون معاني المصطلحات على هواهم، ليس التي يستخدمونها فقط بل أيضا التي استخدمها الآباء. مش يقولوا هم أحرار وبس، لا، ده هم أحرار يحددوا الآباء يقصدوا إيه. في كتاب اسمه منافزايت كريستولوجي بيقول إنه بالرغم أن بعض أصحاب الطبيعة الواحدة استخدموا كل من طبيعة وجوهر بمعنى واحد، وكذلك أيضا الخلقدونيون، إلا أن القديس ساويرس لم يكن هكذا، ولكن استخدم طبيعة وأقنوم أو شخص بمعنى واحد. وبذلك نجد أن الخلقدونيين يستخدمون طبيعة بمعنى جوهر، أما غير الخلقدونيين يستخدمون طبيعة بمعنى يساوي أقنوم. يعني هم اللي بيحددوا لنا ويحددوا القديس ساويرس يقصد إيه. القديس ساويرس استخدم كله بمعنى واحد، فبحيث لما يجي يستخدم يقول طبيعة واحدة يقول لا، ده هو يقصد أقنوم واحد، وإحنا بنقول أقنوم واحد في طبيعتين مثلا. لو جه قال حاجة تمشي معهم يستخدموا التعريف، فهو بيقصد كده أو كده أو كده. يعني خلوا أبائنا القديس كورولوس والقديس ساويرس ان الكلمات دي مترادفة عندهم. طب ايه المقصود بها بالضبط، طبيعة ولا اقنوم ولا كده؟ هم احرار بقى يحددوا المعنى اللي يختاروه. عشان كده في موقع تاني في كتاب عندهم يقولوا اذا هو القديس كورولوس يستعمل لفظتي اقنوم وطبيعة بمعنى واحد، ويطلقهم على الطبيعة البشرية أيضا. بعد خلقدوني هذا مستحيل عندنا. يعني أولا بيعلنوا أن هم بيحددوا القديس كورولوس قصد إيه، وأن هم اختلفوا عن القديس كورولوس في المصطلحات. وهنا فضلا عن إعطاء الخلقدونيين لأنفسهم الحق في تحديد ما كان يقصده الآباء بمعاني المصطلحات، فإنهم يعلنون صراحة تغييرهم تعريف المصطلحات بما يخدم عقيدة خلق دنيا.
اوعوا تفتكروا نفسكم ان انتوا اللي هتتوهوا في المعاني او مش فاهمين، ده هي اصلا حاجة غير منطقية. فيش تعريفات محددة زي ما احنا بنقول كده، يعني تعريفات متتغير على مر يعني كلها منهم. لا لا يظن حد واحد انه غبي مش فاهم او يعني في قصور ذهني. ها هي بعض التعريفات الجديدة التي ابتدعوها للمصطلحات. هنقول لكم بقى بعض الايه التعريفات، في بعضها يمشي مع تعريفات الاباء وفي حاجات جديدة. يقولوا ايه؟ الاباء الالهيون فرقوا في المعنى بعد بين لفظتي شخص او اقنوم وطبيعة. الشخص او الاقنوم هو المالك الذي يحوي الجوهر. هو بيقول الاباء الالهيون، احنا درسنا البابا اثناسيوس والاباء الكبادوك باسيليوس وغرغوريوس وغرغوريوس والقديس كيرلس. حد منهم قال كده؟ يقول لك الاباء الالهيون، الشخص او الاقنوم هو المالك الذي يحوي الجوهر في يسوع، اقنوم واحد يمتلك جوهرين الالوهة والبشرية. الاقنوم موجود في كليهما. طبعا زي ما بقول لكم ابائنا استخدموا التعريفات اللي قالوها، هي سواء يتكلموا عن الثالوث او عن التجسد. هل التعريف ده يمكن ان يستخدم عند الحديث عن الثالوث؟ وما زالوا ياخذون كلمه طبيعه بمعنى اقنوم، وتاريخ القرون الرابع والخامس والسادس حافل بالخلافات المره على اهم الفاظنا اللاهوتيه. يقولوا ايضا الاقنوم هو فقط المالك للوجود ومبدا غايته. هو انهي اللي بيسبق الاخر، الجوهر ولا الاقنوم ولا الوضع ايه بالضبط؟ نعم، الجوهر لو اتوجد بصورة ملموسة بيبقى له فرديته، فما مش ما فيش زمن، فيش حد يعني مالك ولا غير. بس هو عشان يقولوا اقنوم في طبيعتين فلازم خلوه بقى واحد يملك طبيعتين. المهم الجوهر كأنه بيلاقي له على حاجة يسكن فيها، خلوا الاقنوم ده كأنه كيان موجود مستقل. مرة احد المعلمين قالها زي القالب كده، ممكن يشيل حاجة وممكن يشيل اتنين وياخد صفته من اللي شايله. الاقنوم هو فقط المالك للوجود ومبدأه وغايته، المحتوى الحقيقي لوجوده هو الجوهر الحي. فلا يمكننا أن نتكلم عن شخص إن لم يملك محتوى. خلي بالكم من اللي جاي دي بقى. لفظ الطبيعة اشتقاقها اللغوي يسمح بتطويرها نحو الدلالة على معاني تشير إلى الخصائص والأفعال. هيبدأوا ينسبوا الأفعال لمين؟ للطبيعة، عشان خلق الدنيا قالوا طبيعتين وفعلين ومشيئتين، ولذلك ربط أرسطو الفعل بالطبيعة فجعل الطبيعة مبدأ الفعل. وفي لغة أرسطو نفسها الفعل الواحد دليل على الطبيعة الواحدة، فلو فعلين طبعتين، او لو في طبعتين هيبقى ايه؟ فعلين. يعني تعريفات متفصلة. شوفوا بقى النحوي
لما حب ينقد الفكر الأرثوذكسي، يتجنوا على الأرثوذكس بما لم يقولوا. شوفوا قال ايه الفقرة اللي جاية دي، طويلة شوية فمحتاجة تركيز. كان يوحنا النحوي يتهم الموقف غير الخلقدوني الذي يعبر عنه البطريرك ساويرس بالتمسك بخطئين. بيتهم القديس ساويرس او الموقف غير الخلقدوني الارثوذكسي بخطئين. اولا، قام النحوي بتفسير مصطلح طبيعة بمعنى الأوسية، ثم أصر على أن البطريرك ساويرس والجانب غير الخلقدوني عندما يؤكدون على طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة ويستبعدون في طبيعتين، فإنهم بذلك يعترفون بعقيدة وجود أوسية واحد في المسيح، حيث يقول النحوي هو أي ساويرس يتكلم عن أوسية واحد للجسد والروح، وبنفس الطريقة هو يعتبر أن الرب واحد مع جسدي، فمن الجلي أنه يقصد أوسية واحد وليس برسوب واحد كما يتضح من الأدلة التي أظهرها. ويكرر النحوي هذا الإدعاء مرارا، فنجده يقول هو أي القديس ساويرس لا يتنازل عن مفهوم الأوسية الواحد، ولكنه يخلط ويفسد كل الأشياء، فكل شيء عنده هو جسد فقط. وقد حاول التملص من الروح العاقل، النحو بيتهم مين؟ القديس ساويرس. مرة يقولوا ده يقصدوا اللاهوت بس والناسوت تلاشى، والمرة دي بيقول جسد والروح العاقل مش موجود. ثانيا، اتهم يوحنا النحوي البطريرك ساويرس الانطاكي بان تعريفه لمصطلح طبيعه بمعنى واقع خاص محدد هو ضد تعليم الاباء. ان تعريفه ان الطبيعه واقع خاص محدد ده هو مقصود به الهيبوستاسيس او الاقنوم. بيقول لقد تعلمنا من الاباء ان المسيح واحد في ذات الجوهر مع الله الاب، واحد في ذات الجوهر معنا، وده صح. وهم لم يعلموا أن الابن له ذات الهيبوستاسس مع الآب، ولأن له ذات الهيبوستاسس معنا. طبعا مفيش حد من الآباء قال أن الابن له ذات الهيبوستاسس مع الآب وذات الهيبوستاسس معنا. نعم، ايوه، هو له نفس الجوهر نفس الطبيعة معلش، لكن مش نفس الهيبوستاس. وكأن القديس ساويرس قال كده، يعني تعرف بيدوروا بيختلقوا عيب او خطأ ويتهموا بيه، زي اللي حصل مع أوطاخي. كل التهم اللي نصبت لأوطاخي على فكرة مفيش كتابات عندنا موجودة لأوطاخي مباشرة، كتاب كان أصدره سؤدوريتوس اسمه الشحات، ادعى قال أوطاخي قال كذا وقال كذا وقال كذا، واتهم أوطاخي بهذا الوضع ولم يحاكم محاكمة، حتى كنيستنا لما حرمته بناء على شهادتهم. لكن الاتهامات اللي اتقالت دي ان نقطة خل وقعت في بحر، اللي قال كده عليه سؤدوريتوس في كتاب الشحات، وما زالوا يدعوا على البابا كيرلس حكاية مصالحة 433، وهنجلها تاني، احنا خدنا كورس كامل فيها وهنرجع لها تاني. يقولوا الكذبة ويصدقوها ويدعوها ويخلوا الآخرين يتبنوها. عشان كده القديس تيموثاوس قال لهم في مرة انتوا نشرتوا البدع، لأن في ناس بثقتهم في البابا كيرلس، بثقتهم في أوطاخي. أوطاخي ده يمكن الله أعلم بقى قال وما قالش، في كل الأحوال هو مدان من كنيستنا، ولا سيما الفكرة الذي نسب إليه وهو نفسه مدان. لكن
لما قالوا الكلام ده في ناس تبنوا الفكر ده، لان كان في نظرهم ده قديس كبير، فخلوا حتى الناس البسطة قالوا طالما ده كويس، راجل كويس طيب وبيقول كده، فاحنا كمان نقول ايه؟ فنشروا فكر هرطوقي، ولما يقولوا القديس كيرلس قال كذا يخلوا الناس تعتقد بكده، لما يقولوا القديس ساويرس يقول انه مساوي للاب في الهيبوستاسس ومساوي لنا في الهيبوستاسس وهو ما قالش، فادعاءات كاذبة. عشان كده لما بنجيب اقوال ليهم ما بنجيبش من كتاباتنا، بنجيب من اصحاب الشأن نفسهم. وفي ردي على هذا الاتهام، شوفوا بقى القديس ساويرس هيرد. اقر البطريرك القديس ساويرس متفقا مع النحوي ان الاباء لم يعلموا ان الابن له ذات الهيبوستاسس مع الاب، ولا ان له ذات الهيبوستاسس معنا. بس مين اللي بيرد ده؟ القديس ساويرس، لان كان طالق اللسان وقلم سيال يكتب وكان موجود، وطاخي كان مسكين ما كانش في حد ايه لكان بتاع خطابات ولا عظات ولا تعليم ولا غيره. لكن في كل الاحوال ما يهمنا اننا لا نقبل تعليمه، وهو نفسه محروم دلوقتي وبناء على الشهادة اللي قاله انه قال كده. لكن التهم اللي جات للقديس ساويرس، القديس ساويرس رد قال ايه؟ ان الاباء لم يعلموا ان الابن له ذات الهيبوستاسس مع الاب، ولا ان له ذات الهيبوستاسس معنا. واكد البطريرك ساويرس ان تفسير العقيدة لم يتضمن ايا من هذين المعنيين، واضاف ان الاباء على النقيض من ذلك، علموا ان المسيح هو واحد في ذات الجوهر مع الاب فيما يخص اللاهوت، وكذلك واحد في ذات الجوهر معنا نحن البشر فيما يخص الناسوت، وهذا لأنه بغير تغيير وبغير تقسيم هو واحد من كل من اللاهوت الذي للكلمة، والجسد البشري الواحد الذي اتخذه من مريم، الذي هو جسد محيا بروح مفكر وعقل. فالله الابن هو الذي صار متجسداً، وحيث أن الابن واحد في ذات الجوهر مع الله الآب، لذلك فإن المسيح الابن المتجسد هو واحد في ذات الجوهر مع الله الآب. وعلى نفس النحو فإن ناسوت المسيح بكونه الأسي البشري الكامل الذي تفرد وتخصخص في الاتحاد مع الله الاب، يعني مش ناسوت عام، ناسوت متفرد متخصخص أي في الحالة الهيبوستاسية، فهو يظل متواصلا مع بشريتنا. ولهذا فإن يسوع المسيح هو في نفس الوقت له ذات الجوهر مع الآب وله ذات الجوهر معنا. وإذا أخذنا مصطلح طبيعة بمعنى واقع خاص معين، فإن ذلك لا يتضمن معنى أن المسيح له ذات الهيبوستاسس مع الآب وله ذات الهيبوستاسس معنا. شوفوا الاباء بتوعنا لما بيردوا كلامهم بيبقى واضح ومقنع ازاي وقوي. احد كتاب يقول مر معنا ان الكبدوكيين والكنيسة غربا وشرقا قبلوا في القرن الرابع ترادف اللفظتين طبيعة واقنوم في عقيدتنا الثالوثية، إلا أن الأمر تأخر بالنسبة إلى عقيدتنا الكريستولوجية في المسيح حتى القرن الخامس. ويقول وقد برع ماكسيموس المعترف جدا في دفع تفريق الكبدوكيين بين الأقنوم والجوهر إلى نهايته في أفاق منفتحة جدا يبدو فيها الإلحاح على الأقنوم قاطعا. الأقنوم هو مرتكز الجوهر وحويه وحامله، اللي هو تعريف الأقنوم هو مالك الايه؟ الجوهر. شوف بقى الحتة اللي جاية من نفس كتابه، يقول علمنا ان نحت المعنى الفني للفظة أقنوم تأخر حتى القرنين الرابع والخامس. في التعريفات النهائية للنحت المعنى تقرر حتى القرن الايه؟
الرابع والخامس، وبرضو يقولوا كالآتي: الأقنوم يحوي الجوهر، هو الحاوي، والجوهر هو المحتوى. الجوهر موجود في الأقنوم، الألوهة موجودة في الأقنوم. فكرة الاقتناء هذه فكرة مركزية في فكر الآباء، يركزون بقوة على الأقنوم كمقتن وعلى الجوهر كمقتنى، ولم يقل لنا من الآباء هو الذي قال ذلك. الأقنوم لا يتجزأ ولا يقبل التأليف مع أقنوم آخر ولا ينتقل إلى الغير، إذ أنه هو الحاوي الجوهر كليا الذي يوحد كل ما هو فيه، وهو مستقل تمام الاستقلال عن كل أقنوم آخر. شوفوا التعريف الجديد ده برضو كمان، قلنا الأقنوم يقتني يسود، أما الطبيعة فتفعل. كل ما لهم الفعل بدأوا ينسبوه للإيه؟ للطبيعة مش الأقنوم، عشان في خلق دنيا قال أقنوم في طبيعتين في فعلين. الأقنوم كل حقيقي يحوي جميع ما فيه. أباء الكنيسة الكاتبين باللغة اليونانية ركزوا على مفهوم الاقتناء كما ذكرنا، وهنا نجد التعريفات الجديدة لهم، بأن الخلاصة يعني الأقنوم يقتني هو الملك، وينسبون الفعل للطبيعة وليس للأقنوم. وخلي بالكم في تعريفاتهم قبل كده الأقنوم هو الفردية، خلي بالكم بيقولوا ايه بقى في حاجات جديدة: ولكن ليس الأقنوم فردا. مفهوم الفرد مرتبط بالانفراد، أفراد الجنس البشري متعددون وكل منهم منفرد عن الآخر، كل منهم كائن. من أكتر الحاجات اللي ركزوا عليها القديس كيرلس، واللي تبنى الوضع ده بصفة خاصة جوستينيانوس، عشان كده في الفترة بتاعته اللي اتختمت او يعني بالمجمع الخامس كانت من اهم الفترات في تطور الفكر وتعريف المصطلحات عند الخلقدونيين. فالخلقدونيون في عصر جوستينيانوس يحددون معاني المصطلحات التي استخدمها البابا كيرلس بحيث تكون متوافقة مع الفكر الخلقدوني، ويتهمون الأرثوذكس ولا سيما المصريين منهم بسوء فهمهم لتعليم البابا كيرلس. احنا مش فاهمين بتمسكهم الحرفي بأقواله، ويقننون ذلك التأويل، التأويلات اللي عملوها للبابا كيرلس بالمجمع الخامس 553. شوفوا أحد الكتاب يقول إيه، يقول: فالأقباط وزملاؤهم، الأقباط اللي هو المصريين يعني وزملاؤهم، بس احنا اللي في المقدمة يعني رأس الحربة، يشجبون أوطاخي شجبا عنيفا كشجبهم نصوريوس. وده فعلا كل ما نصب إلى أوطاخي نشجبه تماما. وصل الأمر البابا تيموساوس حكم على أوطاخي رغم أن ما سمعوش ما قراش كتاباته، لكن في ناس شهدوا قالوا لا ده قال كده، قال خلاص هنحرموا على شهادتكم التي تعطون عنها حسابا أمام الديان، عشان يغلق الايه الباب. فكل البدع اللي منسوبة لأوطاخي نشجبها طبعا، ونسطور كذلك. فيقول لك: فالأقباط وزملاؤهم يشجبون أوطاخي شجبا عنيفا كشجبهم نسطوريوس، ولكنهم تمسكوا بكلام القديس كيرلس الإسكندري تمسكا حرفيا،
فصارت عباراتهم تبدو متناقضة حينا مع الكنائس الخلقدونية، باعتبار ان الكنائس الخلقدونية دي هي اللي فهم القديس كيرلس كويس. احنا متمسكين تمسك حرفي بيه لكن مش فاهمين عمق كلماته ومعانيها. هما بيدعوا كده يعني، هو حد يفتكر ان احنا كده؟ يقول وقد تنبه العلماء في القرن السادس الى الالتباس الواقع اللي احنا واقعين فيه يعني، فاوضحوا ان القديس كيرلس الاسكندري استعمل لفظتي طبيعة واقنوم كمترادفين. علماء القرن السادس بدأوا يشرحوا لنا، لا انتم مش فاهمين كويس، ده القديس كيرلس كان بيستخدم طبيعة واقنوم كواحدة، اما قال طبيعة واحدة ما يقصدش طبيعة واحدة، يقصد اقنوم واحد، والاقنوم بمعنى البروسوبن. فأوضحوا أن القديس كيرلس استعمل لفظتي طبيعة وأقنوم كمترادفين، فألمع إلى ذلك الإمبراطور جوستينيانوس والمجمع الخامس المسكوني، وأقروا ذلك في المجمع الخامس الإيه؟ الخلقدوني المسكوني بالنسبة لهم. خلي بالكم من حاجة من كتاباتهم، احنا قلنا القديس كيرلس ماشي على خط البابا أثناسيوس والاباء الكبادوك كلهم واحد في استخدام نمط التعريف بتاعه للمصطلحات في حديثه عن الثالوث كما في حديثه عن الايه التجسد. في كتاب اسمه سر التدبير الالهي للتجسد، يقول ويتابع باسيليوس في الرسالة نفسها استنباط المميزات والخواص الذاتية والصفات والظروف التي تحدد الطابع الفردي للإنسان وتفصله عن الفكرة العامة والمشتركة ولا تدخل في تحديد الطبيعة. ده باسيليوس بيعرف الحاجات العامة للإنسان والخاصة، يعني الطبيعة والإيه والأقنوم. ثم يقول انقل الى العقائد اللي هي نمط التفريق نفسه الذي تقر في حالة الجوهر والاقنوم في المسائل البشرية، فلا تنحو نحوا ضالا. يعني نفس اللي هو عام بين البشر الطبيعة والخاص الاقنوم، فنفس المنطق بيستخدمه في اللاهوت، فهناك ما هو مشترك في الثالوث وما هو مميز، فالمشترك يعود للجوهر والأقنوم هو العلامة الفارقة المميزة زي الآب الابن الروح القدس. خلي بالكم من اللي جاي. يبقى باسيليوس أو الآباء الكبادوك مشيوا على كده، ده مين اللي قال؟ هم اللي طبقوه في فهمهم للمصطلحات على الإنسان، هو اللي طبقوه بنفس المنطق والنمط على الثالوث القدوس اللاهوت. فبيقول كيرلس الإسكندري كما أسلفنا سار على خطى أثناسيوس والكبدوكيين في سر الثالوث، فهو من هذه الناحية تلميذهم الأمين، حتى جاء ماكسيموس المعترف مشغوفا بهم جميعا ومناديا بغرغوريوس اللاهوتي المعلم. ماكسيموس المعترف ده خلقدوني. إلا أن كيرلس لم يفعل كما فعل غرغوريوس اللاهوتي هذا كما مر معنا، طبق طريقته في الكلام عن الثالوث على طريقته في الكلام عن التجسد. ده مين؟ القديس كيرلس. والدعم هنا الكتاب الخلقدوني ان كيرلس اختلف عن مين؟ على غرغوريوس اللاهوتي، في حين ان اللي في الفقرة اللي قبليها لنفس الكاتب ونفس المرجع قال ان باسيليوس اللي طبقه على اللاهوت اللي هو طبقه على الايه؟ والاباء الكبادوك كلهم كانوا مدرسة واحدة. وهنا يقر
الخلق دنيون بأمرين. أولا أنهم لم يسيروا على خطى القديس كيرلس، لأن هنا أقروا أن القديس كيرلس اللي طبقوا على الثالوث طبقوا على الإيه؟ التجسد. أنهم لم يسيروا على خطى القديس كيرلس وأثناسيوس في استخدامه للمصطلحات في الثالوث كما في التجسد. ثانيا يناقضون أنفسهم، إذ في الفقرة الأولى يقرون بأن القديس باسيليوس هو من الآباء الكبادوك استخدم نفس النمط، نمط التفريق بين المصطلحات في الثالوث كما في التجسد، ويدعون أن غريغوريوس اللاهوتي فعل عكس ذلك. ليه؟ لأن هم لما هيجوا يطبقوا تعريف المصطلحات دي بتاع اللاهوت على التجسد هيقعوا في مشكلة. لو طبقوا التعريفات الجديدة اللي عايزين يوفقوا بها التجسد على الثالوث القدوس يقعوا في مشكلة. فاخترعوا ان الاباء الاوائل كيرلس وغريغوريوس اختلفوا مع بعض، فهم هيمشوا بقى تبع مين؟ غريغوريوس اللي هو ماكسيموس المعترف. بالإضافة للتلاعب بالمصطلحات وتأويلها يستمرون في محاولاتهم بإقرار وتقنين ادعاءاتهم الكاذبة الخاصة بمصالحة 433. هم ادعوا ان البابا كيرلس مصالحة 433 أقر بالطبعتين. شوفوا بقى بيقول ايه. والحقيقة التي تتضح من مؤلفاته يقصد يوحنا الدمشقي هي أن القديس كيرلس استعمل كلمة طبيعة بمعنى الجوهر وكلمة أقنوم بمعنى شخص في عقيدته بالثالوث القدوس، كما حدد ذلك نهائيا القديسون الكبادوك الثلاثة باسيليوس وأخوه غريغوريوس النيسي وغريغوريوس اللاهوتي، إلا أن عقيدته في المسيح اختلفت أحيانا من جهة التعبير، فهو يستعمل أحيانا طبيعة وأقنوم وشخص كمترادفات، ويستعمل أحيانا أخرى كما مر في رسالة المصالحة طبيعة بالمعنى الذي عناه المجمع الخلقدوني. المجمع الخلقدوني جاء عشان يقرر المصالحة زي ما كانوا عايزين يقرروها في مجمع القسطنطينية 448، وهو المعنى السائد في المدرسة الأنطاكية. خلي بالكو هقولها تاني الحتة دهيت. الحقيقة التي تتضح من مؤلفات يوحنا الدمشقي يعني أن القديس كيرلس استعمل كلمة طبيعة بمعنى الجوهر وكلمة أقنوم بمعنى الشخص في عقيدته بالثالوث القدوس، كما حدد ذلك نهائيا القديسون الكبادوقيون الثلاثة باسيليوس وأخوه غريغوريوس النيسي وغريغوريوس اللاهوتي. من شوية قالوا ان القديس كيرلس اختلف عن غريغوريوس اللاهوتي، ان طبقها طبق نفس اللي استخدمه في الثالوث في التجسد. مين قال كده؟ اللي بيقارن اللي ما عمله ماكسيموس المعترف. شوفوا هنا بقى يوحنا الدمشقي يقول ان كيرلس استخدم التعبيرات في الثالوث زي الاباء الكبادوك الثلاثة، الا ان عقيدته في المسيح اختلفت احيانا من جهة التعبير، فهو يستعمل طبيعة وقنون وشخص كمترادفات، ويستعمل احيانا اخرى كما مر في رسالة المصالحة طبيعة بالمعنى الذي عناه المجمع الخلقدوني.
مش باللعنات القديس لا لعنا المجمع الخلقدوني، وهو المعنى السائد في المدرسة الأنطاكية. وخلي بالكم من اللي جاي بقى، والعبارة التي يتمسك بها بشدة طبيعة واحدة لكلمة الله نفسها وردت في محل آخر أكنوم واحد للكلمة. هو بالفعل قال طبيعة واحدة وأكنوم واحد، مش كمترادفات كمتلازمات، طبيعة واحدة وأكنوم إيه؟ واحد. ويسمى الاتحاد طر اتحادا طبيعيا بحسب الطبيعة، وطر اتحادا أكنوميا. لا هو مش نفس الاتحاد يسميه مرة كده ومرة كده، ده هو كده وكده، هو اتحاد طبيعي واتحاد أكنومي. خلي بالكم من اللي جاية بقى دي خالص. يقول لك ورغم انه هو متشقلب كده او متخبط، خلي بالكم بقى من اللي جاي دي كمان. هذا فضلا عن ان مؤلفا قديما قد اثبت ان العبارة اللي هي طبيعة واحدة لله الكلمة ده هي مأخوذة من كتاب منسوب الى القديس أثناسيوس، بينما هو في الحقيقة من تأليف أبوليناريوس، وقد أخفاه تلامذة أبوليناريوس كما أخفوا غيره تحت أسماء منها القديس أثناسيوس. وقد أيد التحقيق المعاصر هذه القضية، فسلم النقاد جميعا بأن الكتاب من تأليف أبوليناريوس. يعني البابا أثناسيوس ما كانش فاهم حاجة، والقديس كورولوس كان ساذج ما يعرفش الكلام المدسوس على البابا أثناسيوس، أو بيردد كلام حفظه مش فاهمه، ما متكل إن قاله البابا أثناسيوس، وهي أصلا ده تعابير مين؟ أبو ليناري. عشان كده هنعمل محاضرة مخصوص عن الخلقدونيون والبابا كيرلس وكتاباته، اللي هم بيقولوا لنا أنتم مش فاهمين وإحنا هنشرحه لكم، هنشوف هم بيقولوا عليه إيه. إن نستخدم تعبيرات أبوليناريوس بحسن نية ومش فاهم حاجة، عباقرة آخر الزمان هم اللي هيعلموا البابا أثناسيوس والبابا كيرلس أصول الإيمان، وبعدين يدعوا عليه حاجة تاني على البابا أثناسيوس، لأن هو حدد المعاني خلاص في مجمع 362 ايه هو الفرق بين الطبيعة الجوهر او الطبيعة او الاكنوم. فيقولوا ايه؟ مع ان أثناسيوس في مصالحة 362 في مجمع الاسكندرية قد رضي مع المتصالحين باستعمال عبارة جوهر واحد وثلاث اقانيم، فإنه بقي حتى آخر حياته يستعمل لفظتي جوهر وأكنوم كمترادفين، رغم أن قال كده في المجمع، لكن هو نفسه فضل يستخدمهم كإيه؟ مترادفين. يعني إذن كل التعريفات عند أبائنا هي إيه؟ مترادفات. مين اللي يقدر يحدد هو يقصد إيه بالضبط هنا؟ هم بس. احنا يدعوا علينا ان نتمسك بها حرفيا، لكن لا ندرك كيف استخدمها اباؤنا. مين اللي يدرك؟ اللي هم بيطعنوا في ابائنا، هم اللي عايزين يحددوا كانوا يقصدوا ايه بالضبط. احنا لسه ما سخناش، ده لسه الموضوع داخل، يعني ايه احنا لسه في التعريفات في المصطلحات. شوفوا بقى بيقولوا صراحة ايه. الدمشقي ادرك بعمق ان رفضهم خلق دنيا، يقصد مين رفضهم؟ احنا، هو العقبة الكبرى
بينما إيمانهم صحيح. المشكلة إن إحنا بنرفض خلق دنيا، لكن إحنا إيماننا زي خلق دنيا. هو الدمشق بيقول كده يعني. ويذكر جورج أن اللاهوتيين ما زالوا يرفضون الحديث عن مشيئتين، ولكن سيأتي بعد قليل أن إعلان 1970، الإعلان ده كان فيه مباحثات غير رسمية، أتى على ذكر ذلك بنص قاطع: وقد تفهموا رأينا في الطبيعة. ونوه أيضا بأن نصوصهم الليتورجية اللي هو نصوصنا إحنا تتكلم عن الطبيعة بالمعنى الوارد في خلق دنيا. حتى هيأولونا إحنا دلوقتي إن إحنا بنتكلم بحسب إيمان إيه؟ خلق دنيا تماما. وقد رأينا أعلى أن مفهومهم عن الطبيعة والأقنوم والشخص يختلف عن مفهومنا، وعالجنا الأمر مطولا في المتن. لقد نحتنا في خلق دنيا معنى جديدا للطبيعة ألغى اللبس والإبهام. يعني المشكلة اتحسمت في خلق دنيا، بقى هو ده المعنى اللي هو لازم يؤخذ بيه يعني. وما زالوا يحاولون التوفيق التعريفات حسب خلق دنيا، ففي تعريفاتهم الجديدة ينسبون أيضا الفعل للطبيعة وليس للأقنوم ليتوافق مع تحديدات خلق دنيا. فأحد المراجع في كتاب الله في اللاهوت المسيحي، يمكن الجزء ده ذكرناه قبل كده ضمن فقرة معينة، لكن مفيش ما يمنع أن نقوله تاني. في لغة أرسطو نفسها الفعل الواحد دليل على الطبيعة الواحدة. فذكر الدمشقي أن جميع الآباء قالوا بذلك، لكن ما قالناش مين هم بقى الآباء دول. فيستحيل القول بطبيعة لا فعل لها، لذلك نقول في المسيح أنه ذو طبيعتين لكل منهما فعلها الطبيعي. لا معنى لوجود طبيعة بدون فعل. شايفين التعريفات؟ بيقولوا الطبيعة لازم ليها فعل، عشان كده احنا بنقول في خلق دنيا كل الطبيعة ليها فعلها. يقول الأقنوم يقتني يسود، أما الطبيعة فتفعل. دي تعبير جديد، بدل الأقنوم هو الفاعل، الأقنوم يقتني والطبيعة هي اللي إيه؟ حاجة لا علاقة لها لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالواقع. ويجيبها إن الآباء قالوا كده. مين الآباء دول؟ ما نعرفش. ياريت حتى بيحاولوا يوفقوا الآباء ويفبركوهم بتعريفات جديدة للمصطلحات عشان يتوافقوا مع خلق دنيا. ده في محاولات أبعد من كده كمان، يحاولوا يظهروا إن الخلاف بين البابا كيرلس والأرثوذكس مع نسطور كان سوء فهم في المصطلحات. نسطور كان يقصد حاجة والبابا كيرلس يقصد حاجة، الاتنين فكرهم واحد لكن فهمهم للمصطلحات أو استخدموا المصطلحات بطريقة إيه؟ مختلفة. مصل خلق دنيا هي نسطور بس متطورة شوية. بس دي فقرة طويلة شوية. بنقول من خلال التلاعب بالمصطلحات يحاول الخلق دنيون إظهار الخلاف بين القديس كيرلس ونسطور وبين القديس ساويرس وخلق دنيا، أنه كان مجرد خلاف ناتج عن سوء فهم كل طرف بالآخر لمعاني المصطلحات، كما يوحون بأن الخلاف كان مجرد خلاف شخصي
بين البابا كيرلس ونسطور ناتج عن سوء فهم مفهوم المصطلحات عند كل منهما، ويخلصون في النهاية أن تعليم وإيمان البابا كيرلس والقديس ساويروس من الناحية اللاهوتية متوافقا تماما مع تعليم خلق دنيا. هم فاهمين، لكن احنا اللي ايه؟ عشان بناخد الامور بتمسك حرفي دون ان نكون عالمين ومفهمين المصطلحات والابائنا كانوا يقصدوا ايه، لكن هم اللي عارفين ابائنا احنا يقصدوا ايه بالضبط. عشان كده الخلقدونيون والبابا كيرلس دي هتبقى محاضرة مهمة قوي، وهتكون فيها حواديت برضو مش كلها لاهوت. فبيقول قبل أن نتعرض لدرس وتحليل تعليمه، يقصد القديس ساويروس، الكريستولوجية المونوفيسيتية المعتدلة، يجب أن نلقي نظرة ولو سريعة جدا على مفهومه لبعض الاصطلاحات التي استعملها في شرح تعليمي الخاصة بشخص الرب يسوع. تقدم لنا بعض الأسماء الباحثين في الكتاب المعنون سلاسة تعليم كريستولوجية مونوفيسيتية تحليلا مطولا عن الاصطلاحات التي استعملها ساويروس في تعليمه. هيحددوا لنا بقى أبائنا يقصدوا ايه والخلاف جه ازاي. ركزوا معنا. يعتقد ساويروس بأن كلمة طبيعة في اللاتينية وفي اليونانية مرادفة لكلمة هيبوستاسس اليونانية. هل ده صح؟ يعني جوهر أو طبيعة كيان. أما كلمة بروسوبون اليونانية فعلى ما يحتمل أن ساويروس استعملها لكي يعبر بها عن الأقنوم الواحد في الثالوث، ولقد سبق أن تعرضنا في المجلد الثاني من تاريخ الفكر المسيحي وفي المجلد الثالث لهذه المشكلة، ولقد فهمنا سوء التفاهم الذي نتك وما زال مسيطرا حتى الآن على تعاليمنا الكريستولوجية بسبب عدم تحديد معاني هذه الاصطلاحات. فمثلا عندما كان واحد من علماء مدرسة الإسكندرية يتكلم عن شخص مستقل في تكوينه وكيانه، كان يستعمل واحدة من الكلمات الآتية، طبيعة أو هيبوستاسس يعني كيان أو جوهر. ومن الملاحظ بأن القديس كيرلس السكندري استعمل نفس الأسلوب، فعندما كان كيرلس يستخدم كلمة فيسس طبيعة أو كلمة هيبوستاسس جوهر أو كيان، كان يقصد أن يعبر بهذه الاصطلاحات عن الكلمة المتجسد كله. وعندما كان الأنطاقيون أو نسطوريوس يستخدمون كلمة طبيعة أو هيبوستاسس، كانوا يقصدون من ذلك التعبير عن عقيدتهم في الطبيعة الواحدة الإلهية أو البشرية. أما عندما كانوا يريدون شرح عملية الاتحاد التي تمت في الطبيعتين، كانوا يستعملون الاصطلاح بروسوبون الذي يعني أقنوم. ولقد نتج عن عدم تحديد معاني الاصطلاحات المستخدمة سوء تفاهم عقائدي ضخم بين كيرلس ونسطوريوس وبين مدرسة الإسكندرية ومدرسة أنطاكيا، بين ساويروس وبين مجمع خلقدونيا. فعندما كان نسطوريوس يتكلم عن وجود طبيعتين أو جوهرين في المسيح الواحد مستعملا اصطلاح طبيعة أو هيبوستاسس، كان كيرلس يعتقد بأن نسطور يعلم بوجود أقنومين أو شخصين في المسيح الواحد والعكس أيضا صحيح. فعندما كان كيرلس يتكلم عن الاتحاد المطلق القوي ويستعمل الاصطلاح هيبوستاسس أو فيسس ليعبر عن المسيح الواحد، كان نسطوريوس والأنطاقيون يعتقدون بأن كيرلس قد خلط أو دمج الطبيعتين اللاهوت والناسوت في طبيعة واحدة. إن سوء التفاهم هذا نتج بين المدرستين لأن الاصطلاحات العقائدية لم تكن محددة ومعروفة بطريقة واحدة متفق عليها، ومن هنا اتسعت فجوة الخلاف العقائدي بين المدرستين وبين الكنيستين، نتج عن الانقسام المؤلم المريع بين الكنائس المونيفيسيتية والكنائس الخلقدونية فيما بعد.
اللي بيقول كده لاهوتي بروتستانتي، والبروتستانتي يميلوا أكتر للنسطورية كمان على فكرة يعني، وآخرين. في موقع تاني يقول إن مفهوم ساويروس لهذه الاصطلاحات يتفق كثيرا مع مفهوم كيرلس، فأن القديس كيرلس اعتبر بأن هذه الاصطلاحات كلها تقريبا مرادفات. أما نسطوريوس فقد اعتبر بحق بأن اصطلاح بروزوبون يختلف عن فيسس طبيعة أو هيبوستاسس، يعني النصاترة والخلقدونين محددين وأبائنا ملخبطين، يعني كله يمشي مع كله يعني. لأن سوريس كان يعتقد بأن المسيح مكون من جوهرين مختلفين، من طبيعتين مختلفين، من هيبوستاسين مختلفين، اللاهوت والناسوت، وكل عنصر من هذين العنصرين المختلفين تماما يدعى فيسس طبيعة أو هيبوستاسس، والهيبوستاسس يساوي جوهر. وعندما اتحد هذان العنصران اللاهوت والناسوت خرج المسيح الواحد لاهوتا وناسوتا معا. ان نسطوريوس يعلم بان طبيعه الافيسس من هاتين الطبعتين ما هي الا جزء من المسيح، فالمسيح الواحد لا يدعى مسيحا الا بعد عمليه اتحاد هاتين الطبيعتين معا، اللاهوت والناسوت. اما كيرلس فقد اعتبر بان الاصطلاح بروزوبن يعني شخصا او اقنوما، فهو يساوي تقريبا في عرفي الاصطلاح هيبوستاسس الذي يعتبر نسطوريوس جزءا من المسيح وليس المسيح كله. فإن هيبوستاسس في عرف كيرلس تعني الإنسان كله روحا وجسدا، كما أنها تعني أيضا المسيح كله لاهوتا وناسوتا متحدين. أما في عرف نسطوريوس أن كلمة هيبوستاسس لا تعني أو لا تشير إلا جزء واحد من المسيح أو إلى طبيعة أو جوهر واحد من الجوهرين. من هنا نتج كما سبقت الإشارة إلى ذلك سوء التفاهم العقائدي اللغوي. فعندما كان يستعمل نسطوريوس الاصطلاح هيبوستاسس وجود هيبوستاسسين أو جوهرين أو فيسيسيين طبيعتين في المسيح، كان كيرلس يعتقد بأن نسطوريوس يتكلم عن مسيحين، مسيحين اثنين وليس مسيح واحد. وعندما كان كيرلس يتكلم عن هيبوستاسس واحد في المسيح، كان نسطوريوس يعتقد بأن كيرلس خلط ودمج الطبيعتين اللاهوت والناسوت معا. فقد كان كيرلس يؤمن ويعلم بوجود العنصرين اللاهوت والناسوت في المسيح الواحد، وكان نسطوريوس يؤمن أيضا بوحدة المسيح الواحد المكون من طبعتين مختلفتين اللاهوت والناسوت. لقد تأثر ساويروس كثيرا بتعليم كيرلس، على أنه يعترف بطريقة واضحة وصريحة مثل كيرلس أيضا بوجود العنصرين اللاهوت والناسوت في المسيح الواحد الوحيد. فمع أن ساويروس يعتقد بأن الاصطلاح بروزوبن يساوي تقريبا في المعنى الاصطلاح هيبوستاسس، لكنه يرى اختلافا، فإنه يعتقد بأن الاتحاد البروزوبوني الشخصي هو الاتحاد الذي يتم بين جوهرين قد اتحد معا بطريقة ما، مثل ما عندما يتحد بولس وبطرس عن طريق رباط الرسولية. في هذا الاتحاد نرى شخصين مختلفين قد اتحد معا، ولكن يظل كل منهما متميزا عن الآخر، فإن بولس يختلف عن بطرس، وكل واحد منهما لا يحتفظ باسمه فقط بل يحتفظ أيضا بصفاته. فمع أن ساويروس يستعمل بطريقة نادرة جدا الاصطلاح بروزوب كمرادفة لهيبوستاسس، لكنه يستعمل كثيرا كلمة هيبوستاسس عندما يتحدث عن الوحدة التي تمت بين العنصرين، لأنه يعتقد بأن الاتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص المسيح لا يعتبر اتحادا بروزوبيا أي اتحاد شخصيا، بل اتحاد هيبوستاتيك. فربما كان يخشى في استعماله كلمة بروسوب أن بعض المعلمين قد يرون بأنه يعلم بوجود بروسوبين أقنومين في المسيح الواحد، ولذلك فهو يفضل كلمة هيبوستاسس للتعبير عن الوحدة في المسيح الواحد. كلام أي كلام، عايزين يظهروا ان نفس اللي كان يؤمن بيه كيرلس هو نسطور، لكن كل واحد بيتكلم بطريقة مختلفة، عشان كده بيستخدموا تعبيرات فلسفية ومصطلحات، والقديس كيرلس شرحها ببساطة: الكلمة صار جسدا، حدث اتحاد طبيعي واتحاد أقنومي، فصار المسيح واحد طبيعة من طبيعتين وأقنوم من أقنومين، طبيعة واحدة هي طبيعة الإله المتجسد،
تجمع كل خصائص اللاهوت والناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اتحاد أقنومي، لأن الأقنوم الثاني أقنوم الكلمة هو الذي تجسد واتحد بطبيعة لها فرديتها أو أقنوميتها فصار متجسدا، وأصبح للسيد المسيح سماتها أيضا الأقنومية لاهوتيا وناسوتيا، وأصبح يمكن تمييزه ناسوتيا عن بطرس وعن يوحنا وعن فلان وعلان. أما نسطور فقد اعتقد باتحاد خارجي برسوبوني، وظل المسيح طبيعتين وأقنومين، وما قالش باتحاد، قال صنافية مرافقة أو مصاحبة، وقال أني أكرم الحامل من أجل المحمول، أكرم الصوب من أجل المتردي فيه. فرق شاسع، لأن الخلاف كان في الاتحاد وليس من الخلاف في المصطلحات. البابا كيرلس لم يختلف مع نسطور في المصطلحات على الإطلاق، لكن دول بيحاولوا يعني كلام ساذج يبدو كبير وعميق، واللي يفهم يقول إيه الحاجات المعقدة ده، هي نحن يعني فكرنا يعني مش مثقفين ومش عارفين، لكن كلام غير منطقي غير صحيح. الإيمان عميق لكن تعبيراته قوية واضحة، عشان كده تلاقوا إنجيل يوحنا مثلا الإنجيل اللاهوتي تعبيراته صادقة صريحة واضحة، في البدء كان الكلمة، الكلمة كان الله الكلمة، الكلمة صار جسد، أنا والآب واحد. تلاقوا الإيمان عميق وصريح واضح. ما علينا، كان النحوي، هنرجع للنحوي تاني، يوحنا النحوي قد مهد لنظرية التأقنم. ما هو التأقنم؟ ده موضوع هنتكلم فيه بالتفصيل لاحقا لما نتكلم عن الاتحاد الطبيعي والاتحاد الأقنومي. بيقول كان قد مهد لنظرية التأقنم، ويعني نظرية جدت، التي تبناها الخلقدونيون والتي سيأتي ذكرها فيما بعد، حينما فرق بين الهيبوستاسس وبين الواقع الخاص المحدد. لذلك اعترف أن ناسوت المسيح كان واقعا خاصا محددا، أي جسدا أعطي روحا عاقلا مفكرا، ولكنه مع ذلك لم يعترف به كواقع هيبوستاسسي. يعني الناسوت ما كانش هيبوستاسس، له فرديته، ده أقنومه المتحد الموجود في الاتحاد. ويبدو أن النحوي كان يفهم الهيبوستاسس بكونه فقط الشخص المعني بالأفعال، ولم يكن هذا المفهوم يرتبط عنده بأي مدلول للواقع الخاص المحدد. فالأسية بالنسبة له هو الحقيقة العمومية، والطبيعة كان لها أيضا نفس المدلول، والهيبوستاسس ليس هو الأسية الذي تفرد وتخصص، أي ليس هو الحقيقة العامة التي واقعا خاصا محددا، لكنه الشخص مركز الفعل الذي يملك الطبيعة. ومن الواضح أن النحوي كان يحاول الدفاع عن صحة عبارة في طبيعتين، كل ده عشان يدفعوا أقنوم في طبيعتين. ما هو لو قلنا طبيعتين هيبقى فيه إيه؟ أقنومين، فمش عايز يقول فيه أقنومين، فيقولوا الطبيعة البشرية ما كانش لها أقنوم. طب إيه هو الأقنوم؟ ما هي لو طبيعة عامة يبقى اتحد بالبشر كلهم. فتعبيرات فلسفية بقى غير منطقية ولا واقعية. فالأسية بالنسبة له هو الحقيقة العمومية، والطبيعة كان لها أيضا نفس المدلول، حاجة عامة، والهيبوستاسس ليس هو الأسية الذي تفرد وتخصص، أي ليس هو الحقيقة العامة التي واقعا خاصا
محددا، لكنه الشخص مركز الفعل الذي يملك الطبيعة. من الواضح أن النحوي كان يحاول الدفاع عن صحة عبارة في طبيعتين مع تجنب وقود هايبوستاسيين، يعني أقنومين في المسيح. لذلك فسر مصطلح طبيعة الوارد فيها أنه يعني الأسية كحقيقة عامة، يعني طبيعة عامة مش مخصصة، مش مقنمة، ملهاش فرديتها. كما جمع بين كون المسيح هيبوستاسس واحد وكونه في طبيعتين من خلال تفسيره للهيبوستاسس، كما ذكرنا لما بدأ يعرف الهيبوستاسس بأنه الشخص المعني بالأفعال الذي يملك الطبيعة بمعناها العام، الذي يمكنه أن يملك أكثر من طبيعة. طالما فيها هيبوستاسس الكلمة، الله ممكن يملك طبيعة بشرية، ممكن يملك طبيعة إيه بقى هو الهيبوستاسس ده؟ أكنه قالب، كنت بسميها نظرية القوالب. القالب اللي نحط فيه طبيعة بشرية أو طبيعة إلهية أو طبيعتين أو شماعة، حاجة غريبة في التفسير والتعريف. الذي يملك الطبيعة معناها العام، الذي يمكنه أن يملك أكثر من طبيعة في نفس الوقت، كأن كيانها يملك، مش صفاتها هتفرد. لذلك أكد أن الهيبوستاسس المسيح، هيبوستاسس المسيح الوعد، هو هيبوستاسس الله الكلمة الذي بالإضافة لطبيعته الإلهية وحد بنفسه ناسوتا كطبيعة نسانية. أما القديس ساويروس على الجانب الآخر فكان لا يفصل بين مدلول الهيبوستاسس بكونه الأسية المتفردة المخصخص بما له من طبيعة في وقعها المحدد، وبين كونه الشخص المعني بالأفعال، هو واحد. لذلك كان يصر على أن هيبوستاسس المسيح الواحد هو الهيبوستاسس المتجسد لله الكلمة، ولذلك هو هيبوستاسس مركب من أقنومين. ويقول برضو المرجع: من الواضح أن مصطلح طبيعة عند النحو كان يعني نفس معنى الأسية، الحقيقة العامة المجردة، ولذلك كان يفسر عبارة في طبيعتين بمعنى في جوهرين، واعتبر أن طبيعة واحدة إنما تعني أسية واحدا. يبدو أنه رأى أن عبارة واحد مع الآب في الجوهر وواحد معنى في الجوهر هي مرادف لواحد مع الآب في الطبيعة، واحد معنى في الطبيعة، لأنه حينما وجد تفسير صغير للطبيعة بأنها وجود خاص محدد، رأى أن هذا هو مدلول الهيبوستاسس. التعريفات بتاعتهم فيها حالة من السيولة زي ما انتوا شايفين، ممكن يستخدموا تعريفات الآباء، وممكن في كل فترة يطلعوا بنظرية وبتعريف مختلف. يوحنا النحوي، الدمشقي، ماكسيموس المعترف، وبعد شوية هنسمع على أسماء تانية: لوانديوس الأورشليمي ولوانديوس البيزنطي. كلها مبنية على فلسفات ليس مراجع آبائية على الإطلاق، فلسفات لكن فلسفة غير منطقية غير واقعية. عشان كده ما بحد بيسمعها ويقراها غير معقولة، غير متفقة لا مع الآباء ولا مع الواقع. التطوير دوت ما جاش مرة واحدة، جه على مراحل. عشان كده تعريفاتهم في الأول كانت قريبة من إيه؟ من تعريفات الآباء. عشان كده بنقول نلاحظ أن تعريفات المصطلحات، تعريف المصطلحات بحسب فكر الآباء ظل مستقرا بعد الشيء عند الخلقدونيين. حتى عصر القديس ساويرس الذي عاصر أيضا التلاعب بالمصطلحات الذي بلغ ذروته في عصر جستينيانوس، في كتاب جابوا فيه الحوارات غير الرسمية اسمه كتاب مجمع خلقدوني، أي يفرق أم يجمع.
يقول لفظة الطبيعة من حيث المعنى يتفق ساويروس والكتاب الخلقدونيون في عصره، خلي بالكم من الكلام ده، يتفق ساويروس والكتاب الخلقدونيون فين؟ في عصره، على أنها تدل إما على الجوهر أو على الأقنوم. فساويروس يظهر أن لفظة الجوهر مرادفة للفظة الصورة عند أفلاطون وللفظة العامة التي تضم كل أعضاء النوع الواحد اللي هي الطبيعة والجوهر، ده شيء إيه؟ عام يضم كل أفزاي البشر كلهم كده لينا طبيعة واحدة. لفظة الأقنوم عن يساوير الشخص ملموسا يكون فيه الجوهر فردا، الطبيعة البشرية لها فرديتها، كلنا روح وجسد، الجسد له نفس الوظائف لكن له سماته الفردية التي تفرد روحه وجسده مع بعض، الصفات الروحية والجسدية، الجسدية من حيث الشكل والطول والوزن وما إلى ذلك، والصفات الروحية من حيث السلوك والطباع والإرادة والأفعال. ده مين اللي قال كده؟ في كتاب مجمع خلق دنيا يفرق أم يجمع، قالوا إن حتى عصر الساويرس كانت الألفاظ دي، التعبيرات ديت متفق عليها. من ضمن الحاجات الغريبة بقى في التعريفات اللي ممكن بقى يعني هتلاقوها غريبة قوي، في كتاب اسمه The Rise of the Monophysite Movement بيتكلم، يقول ايه، نلاحظ فيه التطبيق المغلوط والخاطئ لكل من الصفات الطبيعية والشخصية في كتابات وتعليم الخلقدونيين. خلي بالكم شوفوا عملوا ايه، فقد شبه الخلقدونيون الكاثوليك دول المرة دي ان ازدواج الطبيعتين ووحدة الشخص في السيد المسيح بحسب الفكر الخلقدوني شبهوها بالقديس فرانسيس خلال تعامله مع والديه، فهو ابن لهم وهو كاهن ايضا. قال يعني شخص له طبيعتين، طب ده العكس، صفة الابن وصفة الكاهن صفة شخصية ولا صفة طبيعية؟ شخصية. فعشان كده بقول وهنا مغالطة كبيرة، إذ أن طبيعة الإنسان واحدة ولكن كل من صفتيه كابن وككاهن تعتبر من الصفات الشخصية وليست الطبيعية. وهكذا نجد دائما في كتابات الخلقدونيين أنهم يجعلون كل الصفات الشخصية الإنسانية في السيد المسيح كصفات طبيعية، وبذلك يكون فكرهم نسطوري تماما وإن كان التعبير مختلف. وأستطيع أن أقول أن تعبيرات نسطور كانت متمنطقة مع فكره ومعبرة عن عقيدته في وضوح وصراحة، أما تعبيرات الخلقدونيين ففي أحيان كثيرة تسير في خط وفكرهم ومفهومهم وتفسيرهم لهذه التعبيرات تسير في خط آخر. نصور كان صريح وواضح. في الختام أحد الكتاب يقول يتبين لنا من العرض السابق، مش اللي أنا قلته إذا اللي هو كان قاله بقى يعني، بس أنا بستعيره منه يعني، مقدار التباين والتطور في مدلول المصطلحات المستخدمة في الجدال اللاهوتي في الكنيسة في العصور الأولى. وفي الحقيقة كان الغموض والالتباس الذي صاحب مدلول تلك المصطلحات
هو السبب وراء التداخل والتبادل في استخدامها على مدى التاريخ، فقد استخدم مصطلح عوسية وهيبوستاسس كمترادفين، وكذلك الحال بالنسبة لمصطلح هيبوستاسس وبروسوب، كما استخدم مصطلح فيسس وهيبوستاسس ومصطلح فيسس وعوسية بطريقة تبادلية. ولا يفوتنا هنا أن ننتبه إلى أنه كان هناك خروج من قبل بعض اللاهوتيين عن الخط العام الذي بدأ عند القديس أثناسيوس وكمل عند القديس كورولوس، فلم يكن إسهام أولئك اللاهوتيين المتأخرين هو شرح التقليد الآبائي، ولكن كان استحداث مفاهيم غريبة، لأن القديس أثناسيوس في عهده حدد بوضوح الفرق، بيقول كان استحداث مفاهيم غريبة عن ذلك التقليد، لذلك يتعين ليس فقط أن تكون هناك معرفة واضحة بالمعاني المقصودة من تلك المصطلحات لدى كل تقليد وفي كل عصر، ولكن بالأحرى العودة من جديد إلى ينابيع الفكر الآباء الأرثوذكسي حتى نستطيع أن نتحاور معا على أساس مشترك صحيح من أجل الوصول إلى هدف الوحدة المنشود. ولأجل كل الأمور اللي فاتت دي كلها واللخبطة والتأويل والتلاعب، القديس ساويرس الأنطاكي علق قائلا كما ورد في كتاب ميخائيل الكبير أن الكنيسة لا تستطيع أن تتحد بسبب تلاعبهم بالألفاظ. طول ما في تلاعب بالألفاظ مش ممكن يحصل إيه؟ اتحاد. وسنكتفي بهذا القدر ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. هندي فرصة للأسئلة.